سلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وكامل بخير. نقول لكم حبيباتي صحة عيدكم، ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا، ينعاد علينا وعليكم بالخير والهنا يا ربي. ان شاء الله كامل تكونوا بخير بحياتكم وحياه العزاز عليكم. نقول لكم غالياتي، طليت عليكم بهذا الفيديو خفيف ظريف، جبت لكم فيه شواء من اروع ما يكون. جبته لكم بالف تتبيله، يعني تدهنوا بها الشواء تاعكم وتتحصلوا على اروع شواء بنه ما شاء الله، بنه طراوه، يعني تعطيكم بنه هايله للشواء تاعكم. نقول لكم غالياتي فقط تبعوا معايا هذا الفيديو وان شاء الله تجربوه، اكيد رايح يعجبكم. نقولوا غالياتي بسم الله، وما تنساوش تخليوا لي غير هذاك الجام، الله يحلي ياماتكم. اول حاجه هنايا غالياتي جبت هنايا كميه تاع اللحم، ماذا بكم تخيروا، يعني اللحم يكون هبره. عندي هنايا كميه تاع الشحمه، بالنسبه للشحمه انا كنت درت على الكلاوي، تعرفوا باللي الشحم هذاك اللي يجي دايره بالكلاوي هذاك هو الشحم اللي يعني اللي تلقاوه بنين وبزاف يعني يناسب المشاوي تاعكم. هنايا نبداو غالياتي نقطعوا في اللحم تاعنا كما راكم تشوفوا. بالنسبه هنايا للقطع تكون قطع متوسطه، ما هي كبيره خلاص ما هم صغار. هنا كي تطيحوا في مرسو هكذا يكون فيها الجبده هذيك الشحمه هذيك، حاولوا انكم تنحيوها لانه هنايا هذه رايحه تعرق لكم كي تعودوا تقصوا في اللحم تاعكم. ونقصوا هنايا اللحم تاعنا بنفس الكيفيه هاي لكم. من بعد هنايا غالياتي نروحوا الكميه هذه تاع الشحمه. راح نقول لكم غالياتي باللي الشواء تاعكم يعني اللي ما يديروش فيه الشحمه ما رايحاش يجيكم بنين. بالنسبه للشحمه هذه رايحه تخلي الشواء تاعكم يجيكم طري، يعني رايحه تذوب على هذاك اللحم تعطي له بنه ويطيب في هذيك الطراوه ما يطيبش ناشف، يعني ضروري انكم ديروا الشحمه. بالنسبه هنايا اللي بروشات كنت وجدتهم كما راكم تشوفوا، يعني طريقه جد سهله يعني ما تحتاج توضيح. هنا فقط رايحه لكم درت يعني مرسو تاع اللحم من بعد مرسو تاع الشحمه ونخالف بيناتهم. بالنسبه للمرسو تاع الشحمه طبعا ديروه اقل من المرسو تاع اللحم. نروحوا هنايا غالياتي نحضروا التتبيله تاعنا. هنايا درت كسبر، درت البابريكا الحاره، درت الكمون، ودرت راس الحانوت. كل تابل درت منه نصف ملعقه، ودرت هنايا ملعقه تاع توابل الشواء الخاصه باللحم. بالنسبه لتوابل الشواء هذه توابل بزاف بنان، يعني يعطيكم نكهه ما شاء الله للشواء تاعكم. درت هنايا نصف ملعقه تاع الملح، هنا رايحين نديروا ملعقه تاع لاموطارد. بالنسبه لاموطارد تعطيكم بنه وطراوه، يعني اللحم تاعكم يطيب معسل من اروع ما يكون. بالنسبه لي بروشيت كنت درت خمس قطع تاع اللحم واربعه تاع الشحمه كما راكم تشوفوا. ضفت هنايا ملعقه تاع الهريسه، بالنسبه للهريسه تقعد اختياريه، ماذا بكم ديروها لانه تعطي بنه ما شاء الله. اللي ما كانتش متواجده معاها الهريسه ما ديريش، فقط ما ديريش يعني ما تعوضوهاش بالطماطم المصبره. درت اثنين ملاعق تاع الخل الابيض واثنين ملاعق تاع الزيت كما راكم تشوفوا. نخلطوا التتبيله تاعنا جيدا. انا هنا كنت نسيت الفلفل الاسود، بعد ما خلطت التتبيله تاعي كنت تفكرت ورايحه نضيفه معكم. شوفوا هنايا غالياتي رايحين تحصلوا على هذه الخلطه ولا هذا التتبيله من اروع ما يكون. هاوليكم هنايا ضفت كميه تاع الفلفل الاسود، نخلط جيدا هذه الخلطه ولا هذا التتبيله. من بعد هنايا نروحوا نجيبوا البانسو، يعني بالاستعانه بالبانسو نبداو ندهنوا في البروشات تاع الشواء تاعنا بهذه الكيفيه. حاولوا انكم يعني الشواء تاعكم كامل تقيسوه بهذه التتبيله. بالنسبه لهذه العمليه ماذا بكم ديروها يعني قبل الوقت تاع الشواء تاعكم، على الاقل بنص ساعه ساعه ساعتين، قد ما خليتوه قد ما رايح يتشرب هذه التتبيله ويجي بنين ما شاء الله، يعني من بعد رايح يعطيكم بنه من اروع ما يكون. انا هنايا كنت يعني درت له هذه الخلطه ولا هذه التتبيله وغطيته بابي فيلم وخليت يعني حوالي واحد الساعتين. من بعد شويناه يعني عطانا واحد البنه طراوه وجا معسل، ويعني وجا ما شاء الله. هاوليكم هنايا بعد ما وجدت لي بروشات تاعي اللي هنا رايحين نشويهم على الجمر ولا على الفحم كما راكم تشوفوا. يعني كانت اجواء رائعه، نتمنى يعني كامل كنتوا يعني هكذا ضحيتوا وفرحتوا وفرحتوا وليداتكم، وان شاء الله اللي ما ضحيتوش نقول لكم العقوبه العام الجاي ان شاء الله. فقط الصحه ولهنا.
هنا بعد ما تحطوا لي بروشات تاعكم حاولوا انكم يعني طيبوهم من كوتي، من بعد عاد باش تقلبوهم للكوتي الاخر، يعني ما تقعدوش تقلبوا فيهم في كل مره، حاولوا الكوتي اللي طيبوه عاد باش تقلبوا الكوتي الاخر. وهاي لكم هنايا كنت درتو غير في الخبز، درت شويه تاع الهريسه، من بعد حطيت هذوك لي بروشات جا ما شاء الله. بالنسبه للحم طاب متبل ومعسل، الله الله عليه يعني، وطاب زبده يا البنات. نقول لكم غاليتي ان شاء الله الوصفه تاعي تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تطبقوا هذا الشواء بهذه التتبيله، وسقسيوا لي على البنه، ونقول لكم سلام.